لا طه شعبان. ملعب أحمد زبنة كان مسرحا لمباراة مولودية وهران وشباب قسنطينة التي شهدت توافدا كبيرا للأنصار. الفريقان دخل مباشرة في اللقاء وحاول كل جانب ربح معركة الوسط ومباغتة الخصم منذ البداية. أول تهديد للحارس سيدريك جاء بأقدام لاعب مولودية وهران فريد بن عباس إثر هذه الركنية. مهاجم شباب قسنطينة بهلول لم يستغل هذه الهفوة الدفاعية وأنب عن الحارس دحمان القائم في هذه التسديدة. مولودية وهران حاولت التحكم في زمام الأمور واصطدم مهاجموها باستماتة الدفاع المنافس الذي عرف كيف يشل محاولات الحمروة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة بيضاء. المرحلة الثانية فرضت المولودية سيطرتها وصنعت عدة محاولات عن طريق نساخ بهذه الرأسية، ثم بنيط الذي تألق الحارس سيدريك في التصدي لها. مهاجم شباب قسنطينة بولمدايس لم يستغل هذا الخطأ الدفاعي الذي استدركه الحارس دحمان وأنقذ مرماه من هدف محقق. دخول المهاجم ياسين بزاز أنعش القاطرة الأمامية للسنافير، ولكن جل المحاولات لم تأتي بالجديد لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي. Ce match nul pour nous est bon parce que bon, on était venu pour amener un point, voire trois points. On est passé à côté de la correctionnelle, on aurait pu prendre un but et à la fin on aurait pu marquer. Donc c'est un match intéressant parce que j'ai trouvé une bonne équipe de rang qui va faire mal dans l'avenir. Le monsieur, il a dominé le match, il a bien joué, il a fait circuler les ballons, il a créé des occasions. Malheureusement, on ne les a pas exploitées. Mais je suis très content de la performance de mes joueurs.